الفرع يعرفها بكل سهوله اللي هي عدم ثبات على التشكيله. زين. شغله ثانيه اللي هي الاهم يعني حاسره بقلبنا بان احنا شوكت نشوف لواعبنا اللي باوروبا، الناس تصرف فلوسها باقي الدول حتى يدزون لواعبهم لاوروبا يتعلمون ويجون. احنا هاي الشغله حصلناها مجانيه من خلال الهجره مالتنا. شلون الجزائر؟ فهسه احنا عندنا لواعب باوروبا، يعني ضمن لازم القائمه مال 50 لاعب لازم كلهم المغتربين. باقيه بخير يطلع الاتحاد كله يتبدل. من عدنان درجال ليونس محمود. زين الواعيب هم يتبدلون لان الواعيب فرق شعبيه مو الواعيب منتخب. بشار لسان وايمن حسين بعد ما يفيدون المنتخب لازم يطلعون. زين لا يعني انت جاي لاعب مغترب جاي من انجلترا وجاي من هذا زين مقعد احتياط المهم مقعد احتياط لعبه حرام يعني هذا الجمهور المحروق قلبه مثل هذا المنتخب. والله العظيم يعني فريق هاوي يفتقد اساسيات كره القدم، مدرب يعني تصفيات يبدل بيها ثلاث مدربين ما كلش تخبط اداره يعني. زين فريق وين بالفريق لو بالاداره ذات المنتخب خلل بمنظومه كره القدم العراقيه كلها اصلا. يعني ما كلش اداء يعني زين. يعني يران لعبه واحدهم باللعبه اخوي اقول لك السلام عليكم يراد لنا تجميد منتخب الوطني. تجميد منتخب الوطني. زين شو نسوي؟ نقعد سنه سنتين اربع سنوات نشوف شنو المشكله وين خلل صرنا هسه انطي الموضوع لك شو تسوي؟ اجمد منتخب الوطني واسوي خلل وين؟ مناقشه الخلل المنظومه كلها كابتن لا تقول لي منتخب ومدرب صح مدرب سيء يعني من عدنان درجال متنازل من الاتحاد من الكل من كلها هذا مو منتخبنا. منتخبنا صار عباره عن منتخب سياحه وسفر. والله العظيم زين مسؤول عن كلامي عدنان درجال تتحمل انت هاي الخسائر كلها خافوا يقولون هسه كذا عدنان قبل سنه وثمان اشهر عدنان مسؤول على هاي كلها يعني فريق اسالكم بالله 90 دقيقة عنده 70 و74 منو كيش اداء؟ هجمه هجمتين عنده على الجول 74 انت اليوم متحضر؟ طبعا متحضر ليش؟ كل لعبان متحضر رياضيين احنا جوازاتنا محضرينها جينا نروح قالت ماكو تذكره رجعنا ومعاناة من ورا المنتخب ويا اللي سمعك هسه غير كون واحد يسمعك يجي يقول لك تعال عمي الخلل وين؟ هسه الخلل هم يدرون بي ويعرفون كل الزين بس عم ترى تأذينا احنا الله وكيلكم ترى بس هذا نتونس بها كرة القدم الله وكيلكم بشتاء بحر وبرد احنا بالشعب احنا هنا غير منتخبنا هذا نتونس به اداء الحمد لله طلعنا واحد اليوم ايران اسوا احوالها ايران اسوا احوالها تطلع يا تعادل تطلع العفو خسران واحد ومكيف